السلام عليكم. تحركات دولية وإقليمية لها علاقة باليمن وتطورات ميدانية هناك في الجبهة الأكثر سخونة، حيث البوابة الشرقية لصنعاء نه على صعيد القرار الأمم الأخير وعلاقته بالمعطيات على الساحة المحلية. بالمقابل هناك بعد آخر يتعلق بالمسألة الإقليمية وتورط ميليشيا حزب الله بالأحداث في بلادنا، حيث أثبتت توثيقات مرئية وجود مقاتلين من الحزب كمدربين وكقادة في جبهة الميليشيا الإنقلابية. فقد تناولت وسائل إعلامية يمنية وعربية تلك التوثيقات المرئية التي تثبت تورط الحزب في الشأن اليمني الذي أصبح مسرح تجارة لأذرع إيران في المنطقة التي تقوض منظومة الأمن اليمني والإقليمي كما يقول المتابعون. غير أن الأحداث الأخيرة في نهم أيضا لها نصيب بارز من الحضور في الرأي العام. ليومنا هذا هناك في البوابة الشرقية لصنعاء تحديدا تفيد الأنباء الواردة إن المقاومة والجيش الوطني سيطروا على منطقة مسور كمنطقة مهمة على القرب من نقيل بن غيلان. حول تداعيات القرار الأممي وتورط ميليشيا حزب الله في اليمن والتطورات الأخيرة في جبهتنا ستكون حلقتنا لهذه الليلة، ولكن مشاهدينا الكرام نذهب لمشاهدة هذا التقرير أولا ثم نعود إليكم. تطورات متسارعة على مسرح الأحداث في اليمن، أكثرها أهمية تلك التي حملتها الأنباء القادمة من نهم عن تقدم كبير ونوعي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تلك المديرية الواقعة إلى الشرق من العاصمة صنعاء. ففي هذه المديرية واصل الجيش الوطني والمقاومة انتصاراتهما في هذه المديرية الاستراتيجية، وتمكن من تحرير مركز المديرية مسورة بعد معارك عنيفة دارت على مشارف المركز خلال الساعات الماضية، ونظر إليها المراقبون على أنها أهم إنجاز يتحقق في هذه المنطقة بعد سقوط معسكر الفرضة. المعارك أسفرت أيضا عن السيطرة الكاملة من قبل الجيش والمقاومة على جبل يام والمدارج وسد الرمادة وجبل الصلباء والضبوعة، ما جعلهما أكثر من أي وقت مضى قريبين من نقيل بن غيلان الذي يشكل القسم الأكثر أهمية في الطريق الرئيس الواصل بين صنعاء وكل من مأرب والمحافظات الجنوبية والشرقية للبلاد. الأنباء الواردة من تلك الجبهة تفيد بسقوط العشرات من قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي في معارك السيطرة على مسورة وعلى المرتفعات الواقعة في محيط نقيل بن غيلان. سياسيا اعتمد مجلس الأمن في الجلسة التي عقدها أمس في نيويورك تمديد العقوبات المفروضة على المخلوع صالح ونجله والقوات الموالية لهما وعلى ميليشيا الحوثي وقياداتها، ما يؤشر إلى تماسك الجبهة الدولية حيال الأحداث المتصلة باليمن. اعتماد استمرار العقوبات يعبر عن مدى الالتزام الذي يظهره المجتمع الدولي تجاه القرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وذلك بعد مرور فترة طويلة أبدى خلالها الانقلابيون تعنتا حيال الالتزام بمضامين ذلك القرار. اليمن مرشح بعد هذه التطورات لاختبار الحل العسكري الذي يأتي في جزء منه معبرا عن جوهر الإرادة الدولية، ويسرع من عملية استعادة الدولة وإخراج البلاد من دائرة العنف، خصوصا وأن التطورات على الصعيد النقدي تنذر بعواقب وخيمة بعد التدهور الحاد في أسعار صرف الريال أمام العملة الأجنبية. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ زيد الشريف المحلل السياسي من برلين. فمساء الخير أستاذ زيد. مساء الخير، بس احنا اتفقنا ناشط سياسي مش محلل. ناشط سياسي، عفوا. إذا أستاذ زيد، نعم الناشط السياسي، هناك قرار أممي وتقدم للمقاومة في آن واحد، كيف تقرأ هذه التطورات الأخيرة في ضوء الأحداث المتسارعة؟ الخناق يضيق على الحوثيون من جميع الاتجاهات، من المحلي والإقليمي والدولي. فمن الملطام الدولي أتاهم من مجلس الأمن، والملطام المحلي أتاهم منه، والملطام الإقليمي الذي ما زال وهي قوات التحالف. فهم الآن يواجهون ويصارعون، لكنهم بإذن الله في نهايتهم. نعم، طيب برأيك هل تقدم المقاومة أستاذ زيد نحو صنعاء تعد خطوة مهمة بالنسبة لتنفيذ القرار الأممي؟ نعم، هو سيلزم الحوثيون على الالتزام بالقرار، ليس لأنهم يلتزمون بقرارات وإنما مخرج لهم ومهرب من الهزيمة التي ستلحق بهم في صنعاء إذا أصروا على المواجهة. فأعتقد أن الضغط المقاومة وقرب المقاومة من صنعاء
يسبب في قرب الحوثيون من الالتزام بقرارات مجلس الأمن في القرار 2216. نعم. طيب أستاذ زيد، يعني المناطق الجديدة التي تم تحريرها، هناك حديث عن يعني السيطرة المصيرة، وهناك أيضا أحاديث تقول أنه ليست سيطرة تامة، ما حقيقة الأمر وما أهمية هذه المناطق المحررة من وجهة نظرك؟ المناطق التي سيطرت عليها المقاومة اليوم ليست مسورة بالتحديد، وإنما هي مناطق محيطة بمسورة، والالتباس الأسماء ووسع المساحات تلتبس الأسماء عند البعض فيسميها البعض مسورة. المناطق التي تحررت اليوم هي منطقة جبل يام، هذا جبل كبير وشاهق ووسيع ويطل على عدة مناطق، والسيطرة عليه تعد أهمية كبرى في التقدم نحو أرحب ونحو نقيل بن غيلان. وكما تمت السيطرة على سد الرمادة، وسد الرمادة يعتبر في أول مناطق مسورة، كما وصلت المقاومة إلى منطقة القشعات، وهذه كذلك أول مناطق المسورة على خط صنعاء مأرب، وسد الرمادة على الجبال المحاذية لأرحب. فالتقدم الآن من محاور عدة، من وسط نهم ومن خط مأرب ومن اتجاه الشمال من اتجاه أرحب. فالمناطق اليوم التي سيطرت على المقاومة مناطق مهمة جدا، لكنهم ما زالوا لم يدخلوا مسورة أو لم تحرر مسورة بشكل كامل، وبإذن الله ما بعد مسورة ستكون مسافات بسيطة إلى نقيل بن غيلان، خاصة وأنها مناطق ليست مرتفعة جدا. نعم أستاذ زيد، ابقى معنا، سينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جميح. مساء الخير دكتور محمد. هلا هلا مساء النور. دكتور محمد، إذا ما تطرقنا إلى تداعيات القرار الأممي الصادر أمس وعلاقته أيضا بالمتغيرات في المشهد اليمني، كيف تقرأ ذلك؟ ألو؟ نعم دكتور محمد، هل سمعتني؟ لو تعيد السؤال لو سمحتي. نعم، يعني بالتأكيد تابعت تداعيات القرار الأممي الذي صدر أمس، ما علاقة هذه علاقته بالمتغيرات في المشهد السياسي اليمني، ما هي قراءتك؟ طبعا كان الانقلابيون في الداخل يراهنون على إحداث تغير في الموقف الدولي إزاء الأزمة في اليمن بمضي الوقت، كانوا يراهنون على الموقف الروسي، على بعض المواقف الدولية التي يمكن أن تضغط على دول التحالف وعلى الحكومة الشرعية لتقديم تنازلات من أجل إعادة صياغة القرار الدولي 2216. لكن ما جرى من مداولات في مجلس الأمن أكد على القرار الدولي وغيره من القرارات 2216 بالطبع وغيره من القرارات، ومدد حظر إرسال أسلحة إلى الحوثيين والانقلابيين في الداخل لمدة عام آخر، أكد أيضا على الانقلاب بأنه انقلاب، أكد على شرعية حكومة الرئيس هادي، وأيضا قرار مجلس الأمن الدولي كان واضحا إزاء تحميل الحوثيين مسؤولية واضحة وتامة، إزاء تطبيق القرارات الدولية السابقة، وإزاء الالتزام بالتوافقات السياسية والمبادرة الخليجية والحوار الوطني. نعم. كل ذلك أمس مثل في تصوري نكسة دبلوماسية للجهود الدبلوماسية الحديثة التي قام بها بعثو صالح والحوثي خلال الأشهر الماضية في عدد من العواصم العربية والعالمية، من طهران إلى ألمانيا إلى بريطانيا، هنا إلى موسكو وإلى مسقط كذلك، من أجل إحداث رأي عام دولي ضاغط لمحاولة استصدار قرار مجلس الأمن يخفف من أضرار القرار الدولي 2216 على جانب الانقلابيين. إذا أضفنا كل تلك الهزائم الدبلوماسية إلى ما حصل من حراك ميداني مؤخرا، وبالذات اليوم أيضا في منطقة نهم باتجاه نقيل بن غيلان، فإن ذلك يشكل عاملا ضاغطا الحوثيين والانقلابيين في صنعاء، الأمر الذي أدى بهم اليوم إلى أن حشدوا وزرعوا كل كما جاء تقارير من الداخل في كل 50 مترا يوجد
مجموعة من المسلحين تحسبا لانفلات الوضع الأمني داخل صنعاء مع اقتراب قوات الشرعية من المدينة. طبعا لا نقول ذلك ترويجا لقروب أو عفوا لقرب دخول صنعاء من قبل القوات الشرعية، الأمر سيحتاج إلى وقت، وأنا في تصوري أنه حتى لو كانت صنعاء آيلة للسقوط اليوم فإن قوات الشرعية لن تدخلها حتى تكون الأوضاع الأمنية مستتبة، لأنه في الأخير لا تريد قوات الشرعية أن تدخل على حمام دم سواء من المدنيين أو من القوات الداخلة. نعم. طيب أستاذ، يعني إذا ما تطرقنا لدلالة التوقيت وأهميته أيضا، يعني أنت ذكرت مجمل من النقاط التي ربما تجعل من هذا القرار مهما، خاصة يعني بما يمثله من نكسة للحوثيين، نكسة سياسية. هذا التوقيت المصاحب أيضا للانتصارات العسكرية، هل له من دلالة؟ يعني هو ربما ان المجتمع الدولي علينا ان نكون واضحين بانه لا يزال حتى الان يؤمن بالتوافق السياسي وبالحل السياسي، ولا يريد الحسم العسكري الذي يبدو ان الحراك الميداني اخذ في سبيل الانحياز اليه الى الحسم العسكري. لا يزال المجتمع الدولي يؤيد الحل السياسي، لكن هناك نوع من التوافق الدولي على ان الانقلاب يجب ان يسقط وان الحكومه الشرعيه يجب ان تعود، والقرارات التي كانت مؤخرا هي في سبيل الضغط الدبلوماسي والسياسي على الحوثيين من اجل الانصياع للامر الواقع. الامر الواقع هو ان الشرعيه واقع وان قواتها اليوم على ابواب صنعاء، وانه ليس لدى المجتمع الدولي الكثير من الوقت لاقناع الحوثيين بالعوده الى طاوله المفاوضات. يبدو ان هناك رساله واضحه من المجتمع الدولي للانقلابيين في الداخل بانه اما ان تنصاعوا سلما لقرارات مجلس الامن الدولي فيما يخص تسليم السلاح والانسحاب من المدن وغيرها من المقررات، او ان الحسم العسكري هو الذي سوف يؤول في نهايه المطاف. نعم، يعني هل افهم من كلامك ان الشرعيه هي المعنيه بتطبيق القرار دون غيرها؟ القرار الدولي لا تعنى بتطبيقه الشرعية في اليمن، القرار الدولي تعنى عندما يصدر تحت الفصل السابع عفوا، فإن المعنية بتطبيقه هو الهيئة الدولية التي أصدرته وهي الأمم المتحدة. الأمم المتحدة معنية بتطبيق القرار الدولي، لكن هناك بالطبع نوع من التوافق الدولي على أن قوات التحالف العربي التي تخوض حربا ضد الحوثيين والانقلابيين في داخل اليمن هي تقوم بتطبيق القرار الدولي نيابة عن الأمم المتحدة، ولذلك لدى هذه القوات على عكس ما يزعم الانقلابيون في الداخل لديها في حال لجأ إلى قانون دولي أو إلى قضاء دولي لديها تفويض من مجلس الأمن بقرار صادر تحت الفصل السابع بخوض هذه الحرب، علاوة على التفويض الوطني من الداخل بالرسالة التي بعث بها الرئيس اليمني قبيل الحرب إلى ملك المملكة العربية السعودية يطلب منه المساعدة العسكرية في إسقاط الانقلاب الحاصل. إذن هناك من وجهة نظر قانونية شرعيتان أو مشروعيتان إنجاز التعبير لقوات التحالف في حربها الدائرة، مشروعية وطنية تستند على رسالة من رئيس منتخب معترف به من الأمم المتحدة والجامعة العربية ودول الإقليم، وأيضا على مشروعية دولية أسست لها القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 22/16. نعم. طيب أستاذ، يعني دكتور محمد عفوا، هناك أيضا لو تحدثنا عن ما توصلت إليه، يعني الإعلام أيضا من توثيقة مرئية لتثبت مدى تورط حزب الله في الحرب في اليمن، ما هي قراءتك لمثل هذه الفيديوهات؟ طبعا ليس جديدا تدخل حزب الله في اليمن، منذ 2004 وحزب الله متواجد، بل مما قبل 2004، لأنه هو الذي أشرف على تهيئة وتدريب وإنشاء هذه الجماعة، أوعز حرس الثورة في إيران إلى حزب الله بمهمة إنشاء جماعة أيديولوجية تشاركهم وتشاطرهم النفس الأيديولوجي والنفس الطائفي والولاء للولي الفقيه. نعم. أنشأ حزب الله هذه الجماعة في اليمن بأوامر من إيران، وبالتالي من 2004 لا ننسى بأنه حتى النظام السابق كان يرصد بأن أعلام حزب الله كانت موجودة في صعدة، وبالتالي منذ 2004 إلى حد هذه اللحظة حزب الله يشرف على توريد الأسلحة
وعلى تهريبهم، ضاربا بعرض الحائط كل القرارات الدولية، خاصة القرارات التي المفروضة على إيران، لأن إيران لا تزال إلى حد هذه اللحظة معاقبة من تصدير الأسلحة، وأي سلاح يدخل إلى اليمن أو إلى أي دولة أخرى ومخالف لقرارات الأمم المتحدة. لكن حزب الله فوق ذلك، اليوم تأتي تقارير بأن حزب الله اللبناني أرسل صواريخ، شحنة صواريخ على ظهر سفينة روسية تحمل العلم الروسي. هذه السفينة دخلت ميناء الحديدة وخرجت هذه الشحنة وهي صواريخ أرض أرض، وخبئت في مخزنين، المخزن الأول في صنعاء والمخزن الثاني في محافظة صعدة، وتمكنت قوات التحالف من رصد هذه الصواريخ وفجرتها. وكان هذا هو سر الانفجارات العنيفة التي كانت خلال الشهر الماضي في العاصمة صنعاء وفي في صعدة. نعم، إذن شكراً. هربت إلى اليمن الحوثيين من الإيراني، من إيران على ظهر سفينة روسية، لكنها دمرت. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ زيد. أستاذ زيد، يعني كنت تتحدث قبل الفاصل عن بعض يعني المناطق التي تم السيطرة عليها قبل الوصول إلى مسورة، يعني ربما لأنك مطلع أكثر على الخريطة الجغرافية في هذه المنطقة، هل أطلعت السادة المشاهدين ونحن أيضا على ما هي المناطق التي تم السيطرة عليها في نهم حتى الآن؟ منذ بداية الدخول الفرضة نعم أو تقصدين اليوم فقط؟ نعم، منذ بداية دخول الفرضة. عندما دخلت المقاومة، عندما تقدمت باتجاه الجوف، تقدمت في جبل صلب، وهذا كان أول مناطق نهم وسيطرت المقاومة عليه، ثم تقدمت إلى جبال قرود المرتبطة بجبال الفرضة، ثم تقدمت إلى حريب نهم والضحاك والعامر، وتقدمت بعد ذلك إلى منطقة ملح، وبعدها سيطرت على معسكر الفرضة، ثم منطقة بران. منطقة بران هذه تقع على خط صنعاء مأرب محاذية للفرضة. بعد الفرضة تأتي المناطق التي سيطرت على المقاومة اليوم، وهي كما ذكرت ضبوعة وجبل يام و المدارج والقشعات، وهي كلها مناطق تحيط منطقة مسورة. ومنطقة مسورة هذه هي لا تعتبر تابعة للحوثيين، وإنما لأن في نهم لا يوجد حاضنة للحوثيين، وإنما في مناطق معينة مثل مسورة مثلا، عندهم كان جماعة صغيرة جدا في هذه المنطقة، أسسوا المدرسة وبدأوا لنشر الأفكار في تلك المنطقة، فهي تعتبر منطقة ذات حاضنة وإن كانت بسيطة للحوثيين. منذ متى هذه الحاضنة موجودة أستاذ زيد؟ يعني تأسيس المدرسة منذ متى؟ منذ أن تأسست الحوثية في صعدة، كان يعملون بتوازي في منطقة مسورة، وكان الجميع يعرفهم وهم ينشرون الفكر الحوثي في هذه المنطقة، لكن كان التجاوب معهم من أبناء المنطقة أو من أبناء المناطق المجاورة ضعيف جدا، وحيث انتشر الفكر المضاد لهم في تلك المنطقة أكثر بكثير من فكرهم، رغم أنهم بدأوا الشغل مبكرا. الشاهد أنه أقصد أنه ليست حاضنة كبيرة، وإنما لأنه ليس لديهم في مناطق نهم الأخرى حاضنة شعبية، فهذه المنطقة تعتبر الأكثر حاضنة لهم في نه، وبإذن الله ستلفظهم اليوم مساء، وإذا تأخرت بالكثير إلى غدا الصباح. نعم. لأن القوامة الآن أصبحت محيطة بمنطقة مسورة من جميع الاتجاهات. يعني تقريبا كم هي الفاصل حتى نقول مثلا حتى تصل المقاومة إلى نقيل ابن غيلان؟ ما يفصل المقاومة عن نقيل ابن غيلان لا يزيد عن 15 كيلومتر. نعم. يعني بالكثير 15 كيلومتر، وهي كما قلت مناطق كلها ليست جبلية، هي أسهل من ما قبل، لكن إذا دخلت الحروب في وسط نهم باتجاه الجبال فستتشعب وتدخل باتجاه الجبال حتى تصل إلى خولان، ولا أظن أن المقاومة ستسلك تلك الطريق لأنها طريق صعبة ووعرة وطويلة، فسيسلكون حسب اعتقادي اتجاه أرحب، لأنها مناطق أقل وعورة من تلك المناطق، وفي من نقيل بن غيلان يستطيعون أن يضربوا على صنعاء بكل سهولة بمدافع بسيطة، حتى ليس لا يحتاجون حتى أسلحة ومعدات ثقيلة أو طيران أو ما شابه ذلك. عندما يصلون إلى نقيل بن غيلان يستطيعون أن يسيطروا على مداخل صنعاء بالأسلحة المتوسطة. نعم، إذن ابقى معنا قليلا أستاذ زيد. سينضم معنا العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، حياك الله أختي العزيزة.
مرحبا بك معنا سيادة العميد. أود منك يعني أن تحدثنا عن مدى أهمية انكشاف الحوثي الذي يعني في كل مرة أيضا يزداد هذا الانكشاف بهذه التوثيقات المرئية التي ظهرت بوجود قادة من حزب الله في اليمن يقومون بتدريب هذه الميليشيا. شكرا لك أختي الكريمة، شكرا لمشاهديك الأعزاء. أنا ربما حديثنا قد تكرر في أكثر من مرة حول هذا الموضوع وحول وجود أدلة وحول وجود يعني مش أدلة يعني عادية وإنما أدلة قوية جدا، ولكن كان البعض يحاول أن يشكك في هذه الأدلة. ربما اليوم فقط أردنا أن يخرج شيء بسيط من هذه الأدلة علما بأن هناك أشياء ظاهرة العيان، فيعني جيهان واحد وجيهان اثنين وكمية الأسلحة والسيفور الضخمة اللي يمكن تفجر اليمن بالكامل. نعم. وسفن التهريب اللي تم القبض عليها والقوارب كلها مؤشرات لا تحتاج إلى أدلة، لكن هذا يعني نحن نقف باستغراب كبير جدا كأبناء اليمن، فنحن لم نؤذي إخواننا لا في لبنان ولا حتى حزب الله أذينا أو كان لنا معه سار أو غرض، لكن ما أدري أن المقاومة أصبحت يعني صنعاء أصبحت هي تل أبيب وتعز أصبحت هي يعني حيفا ويافا، لا أدري أين المقاومة وماذا يقاومون. نعم، طيب سيدة العميد، يعني إذا ما عدنا إلى التطورات الميدانية في البوابة الشرقية في نهم تحديدا وتحرير يعني أجزاء من مناطق محيطة من مسورة، ماذا تشكل هذه المناطق بالنسبة لنقيل ابن غيلان الذي يعد ربما آخر النقاط المهمة في نهم؟ لا، هذا مؤشر رائع جدا وممتاز، وأيضا بإذن الله تعالى سيكون له ما بعده. نحن إذا استطعنا بإذن الله ونحن ما نقوم بذلك السيطرة على منطقة مسورة ستلتحم جبهتي أرحب ونهم، ومن ثم سيصبح إسقاط نقيل بن غيلان والاقتراب نحو العاصمة ونحو المطار مسألة يعني وقت بسيط حتى مش وقت كبير. نعم، ما الذي يؤخر المقاومة؟ يعني نجد أنها يعني ربما تتقدم في بعض المناطق سريعا وتتأخر في بعض المناطق، ما هي المعوقات أو الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ والله الأسباب كثيرة، ولعلنا ربما قد تحدثنا حول هذا الموضوع كثيرا. لدينا موضوع أولا التكتلات السكانية الموجودة، لدينا أيضا صعوبة ووعورة المنطقة، لدينا حقول الألغام المنتشرة، لدينا أيضا الآن اتصالات تجري بين القيادة العسكرية وبعض يعني شخصيات القبائل المؤثرة، لدينا اتصالات مع قادة من العسكريين. ربما هذه الأمور ربما لا ترى للعين المجردة ولا تخرج للإعلام، لكن هذه الأمور كلها مجتمعة تؤدي إلى العمل ببطء، وأعتقد أنه العمل البطيء المتمكن أفضل من العمل السريع الغير يعني الذي نتائجه تكون ضعيفة. نعم، طيب سيادة العميد، يعني أخيرا، هل هذه التطورات الأخيرة في الطوق المحيط بصنعاء هي ضمن خطة الجيش للذهاب نحو صنعاء؟ أؤكد لك هذا الكلام، يعني أنا أخذي كناطق رسمي باسم الجيش اليمني، هذه الأمور كلها تسير بخطى منضبطة ملتزمة حتى بالتوقيتات أحيانا، فيعني ليس هناك شيء عشوائي الآن يدور على الأرض. الآن الحمد لله نستطيع أن نقول أن نواة الجيش أصبحت تنفذ المهام حقها بناء على خطط عسكرية منضبطة وجيدة، ولا مشكلة تماما في العمل العسكري. نحن لسنا قلقين من إدارة العمل القتالي ولا من تأخرها لأنها تسير بالشكل الذي نريد وبالتوقيت الذي نريد. نعم، إذا شكرا جزيلا لك سيادة العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. نستأذنك أستاذ زيد الشليف وأيضا أنتم السادة المشاهدين، سنذهب لهذا الفاصل القصير ونعود لاستكمال حلقتنا من المساء اليمني لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ زيد. أستاذ زيد، لو عدنا قليلا إلى المتغيرات في المشهد السياسي والقرار الأممي أيضا الأخير، برأيك هل يعزز هذا القرار التقدم الميداني للجيش والمقاومة؟ بكل تأكيد هذا يدفع بالتقدم للجيش والمقاومة والقوات التحالف، وهي بحسب اعتقادي أعطاء فرصة للقوات التحالف أن تنجز المهمة وأن تخلص اليمن من الحوثيين، وهذا تمديد لمدة عام معناه أن ما زال لديكم وقت
عجلوا واستعجلوا. لهذا الجيش اليمني الآن لديهم خطط كما ذكر المتكلم، ويمشون بخطى واثقة وخطط مزمنة كما ذكر، رغم البطء لكنه كما ذكر فعلا بطء، ويوثقوا أنفسهم في المناطق التي يسيطروا عليها، وأن يتقدموا ببطء وبكل بثقة وتمترس أحسن من أن يستعجلوا ثم تحصل لهم نكسة أو ما شابه ذلك. نعم. فأعتقد أن هذا القرار هو كذلك دعم للشرعية ودعم الحرب الشرعية، واعتراف دولي أن هذا بكل صريحة العبارة أن الدولة الشرعية تواجه ميليشيات انقلابية انقلبت على الدولة وهي تحت البند السابع في مجلس الأمن وعليها عقوبات، وطالما هذه الميليشيات التي تواجه الدولة التي هي عليها عقوبات مجلس الأمن يعتبر أعطى الضوء الأخضر للحكومة اليمنية أن تواصل في حربها. نعم. طيب أستاذ زيد، يعني هناك إجماع دولي مساند للمرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة، كيف يمكن أن تستفيد السلطة الشرعية والمقاومة أيضا من هذا الإسناد ومن هذا يعني الالتفاف حول الشرعية؟ أن يستغلوا الفرصة ويعجلوا بالتقدم نحو تحقيق الأهداف، لأن كلما طالت الفترة وكلما طال الأمد كلما تأثر الموقف الخارجي وكلما تضرر الشعب اليمني. الشعب اليمني لا يحتمل أكثر مما حصل له، والشعب أصبح في مأساة حقيقية. يجب على الحكومة الشرعية أن تعجل الخطى وأن تستعجل في تحقيق الأهداف، وأن يستشعروا كامل المسؤولية في معاناة الشعب اليمني. وكما أنه الدعم الدولي والأممي إذا كان هناك تباطؤ من الحكومة الشرعية نعم. ومن التحالف لا أظن أنه سيستمر، أو على الأقل سندخل في متاهات كما دخلت فيها سوريا. فلنستغل الفرصة حاليا طالما العالم كله يدعمنا ويقف معنا قبل أن يتفرق العالم، ونصبح كما سوريا، طائرات سورية روسية تضرب هنا وطائرات من هنا تضرب على الجانب الآخر، وثم تضيع اليمن إلى فوق ما قد ضاعت بأيدي الحوثيين. فأظن أنها فرصة ذهبية للحكومة الشرعية ولقوات التحالف أن تستغل هذه الفرصة وتحقق الأهداف. طيب أستاذ زيد، يعني برأيك ماذا عن دور القبائل المساندة للمقاومة في هذه المرحلة؟ القبائل تلعب دور كبير، خاصة أنه يقول المثل الشعبي أن الأرض تقاتل مع أبنائها. فأبناء القبائل عندما يتقدمون على مناطقهم فهم يحققون جزء من النصر، جزء كبير، لأن من يعرف المنطقة يعرف كيف تؤتى هذه المنطقة ومن أين تؤتى. لأنه عندما يدخل الغريب حتى لو كان شجاع ومقدام فإنه قد مثلا في أناس غووا الطريق ووقعوا في القتل أو في العسر، لكن أبناء المنطقة يستطيعون أن يقودوا أبناء المقاومة من مختلف المناطق في هذه المنطقة المعينة، في إنه مثلا أبناء إنه هم من يتقدم الصفوف بحكم خبرتهم ومعرفتهم بهذه المنطقة. فالتقدم في كل منطقة حتى وإن كان بمشاركة الجيش الوطني ومشاركة أبناء المقاومة من كل مكان يجب أن يقوده أبناء المنطقة نفسها، لأن أبناء المنطقة هم من يجب أن يلعبون الدور الأكبر، وهم إذا تحركوا سيحققون النصر الكبير بحكم معرفتهم ببلادهم. وأعتقد أن القبائل نعم. المحيطة بصنعاء سيكون لها كما ذكرت سابقا دور كبير قريبا، وهي من الآن هي تخوض معارك، لكن عندما تصل المقاومة إلى القرب من صنعاء، وأعني عندما تصل إلى بوابات صنعاء، إلى الحتارج، إلى جولة النصر، فإن القبائل المحيطة سيكون لهم دور، وليس لأنهم انتظروا لمن تميل الكفة، وإنما هم منتظرون متى تحين الفرصة ليتخذوا نعم. هذا الموقف. إذن دعنا أستاذ زيد نعم دعنا نستمع ربما لصوت الميدان. سيكون معنا الآن الأستاذ عبد الله الشندقي الناطق الرسمي لمقاومة محافظة صنعاء. مساء الخير. مساء الخير أستاذ عزيزة. مرحبا بك أستاذ عبد الله، وبداية أطلعنا على آخر التطورات الميدانية. تحية لك أستاذ عزيزة وللأستاذ زيد الشليف ولمشاهدي قناة بلقيس.
طبعا التطورات الميدانية تحركت يعني كتائب الولايات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منذ ساعات الصباح الأولى باتجاه يعني نجيب بن غيلان. تمت السيطرة على أجزاء واسعة من يعني مناطق منها يعني كيال الحول ودرية الحول و ايضا جبل السلطه وذريه النشف او النشيف وتبت حيدان، نعم، وايضا النصيب والطويل، كل هذه المناطق يعني تم تحريرها والسيطره عليها. والمقاومه والجيش الوطني تتقدم في هذه الاثناء، يعني المعارك لا زالت مستمره والتقدم يعني ايضا مستمر. طبعا دخل خلال هذا الاسبوع يعني كتائب من الجيش الوطني وايضا يعني بعض يعني المجاميع من المقاومه، هؤلاء تم تدريبهم التدريب العالي خلال هذه الفتره الماضيه على ايادي ضباط يعني من الجيش الوطني، وايضا تم تدريبهم على اسلحه نوعيه. خلال هذا الاسبوع دخلت اسلحه نوعيه لارض الجبهه لاول مره، يعني تدخل بعض المدافع ذاتيه الحركه يعني من نوع خاص، هذه تم رفض الجبهة بها. الآن المقاومة في يعني تقدم خلال هذه الفترة. طبعا وجهة المقاومة ستكون تحرير المناطق التي قبل نخيل بن غيلان ومن ثم الوصول إلى نخيل بن غيلان. طبعا من الناحية الجنوبية لا يفصل بين المقاومة المتواجدة في مناطق حريب نم وايضا مديريه بني حشيش التي تعد المديريه المطله على عمره العاصمه، سوى 4 إلى 5 كيلومتر من جهه الجهه الجنوبيه الشرقيه لمديريه بني حشيش. هذه المسافه القصيره التي تفصل المقاومه التي هي الان في يعني ذراع ال سعد وفي هذه المناطق التي من ذراع حريب نم، لا يفصل هذه يعني المقاومه هذه المسافه القليله عن جبل الشرفة الذي هو بداية مديرية بني حشيش. طيب أستاذ عبد الله، يعني كنا نتحدث مع أستاذ زيد عن دور القبائل المحيطة بصنعاء وخاصة يعني الآن في مسورة وبعض المناطق، ما هو دور هذه القبائل خاصة يعني أن هناك ترويج أيضا من قبل الحوثيين بأنهم يقومون بحشد كبير للقبائل؟ طبعا أختي العزيزة، أولا بالنسبة للقبائل فوق صنعاء ما يروج له في بعض يعني وسائل الإعلام من أن القبائل فوق صنعاء كان لها الأثر والدور الكبير في دخول الحوثيين، لم يكن لهذه القبائل أي دور سلبي في دخول هذه الميليشيات إلى صنعاء، كانت الدولة العميقة هي التي أدخلتهم وكان موقف القبيلة هو التفرج، بما أن الدولة هي التي تتبنى ادخال هذه الميليشيات الى عاصمه البلاد. الان بالنسبه للقبائل صوب صنعاء سواء قبائل نهم او القبائل الاخرى التي هي في محيط صنعاء، الحوثيون وعصابات صالح ميليشيات الحوثي وعصابات صالح كان لها دور كبير في ظلم هذه القبائل والتفجير والتهجير والظلم الذي حل من قبل هذه الميليشيات. هذا الظلم الذي يعني حصل في هذه المناطق والتعسف وال يعني التهجم والتهكم على المواطنين سيجعل من هذه القبائل ثائره في وجه هذا المشروع الحوثي. طبعا نامل من قبائل فوق صنعاء ان يكون لها الدور الايجابي مثل ما كان الدور الايجابي لقبيله نهم، هذه القبيله الابيه التي كان لها الفضل بعد الله عز وجل في تحرير يعني جبال الفرضه ومعسكر الفرضه وتحرير المناطق التي الان تسيطر عليها المقاومه الشعبيه، كان له الدور الابرز في وصول المقاومه الى هذه المناطق برفض المقاومه والجيش الوطني وايضا الاسهام الكبير في تحرير هذه المناطق. نامل من بقيه محافظه صنعاء وبقيه قبائل فوق صنعاء ان يكون لها ايضا نفس هذا الدور الايجابي لقبيله نهم. طبعا نعم. الحوثي وصالح كفونا مؤنة ان نمسك مع القبائل ليكونوا في صفوف المقاومه، فبالتعسف الذي يتم الى هذه اللحظات في كثير من قرى ومناطق ضوء صنعاء هذا سيجعل من هؤلاء القبائل يعني سيكون كفيل بان يكون لهم دور في وصول المقاومه اليه.
نعم، طيب أستاذ عبد الله، ما هي المعوقات التي تواجهونها في تقدمكم سواء على الأرض أو من ناحية الذخيرة أو من ناحية المساندة من الجيش الوطني أيضا؟ طبعا الدور يعني ما يعيق المقاومة أولا هي السلاح العاجز الذي تضعه هذه الجيات في المرتفعات وأيضا بعض الطرقات من التلقين، هذا يعني معيق كبير يعيد التقدم، تقدم المقاومة والجيش الوطني، ويكون التقدم في هذه الأثناء بالضبط. طبعا فرق يعني نزع الألغام ومكافحة الألغام تشتغل في طوال هذه الفترة في هذه المناطق، هذا هو العائق الأول الذي هو أمام يعني تقدم المقاومة والجيش الوطني. العائق الثاني يعني هنالك بعض العوائد من يعني بعض المناطق، تأوي بعض الميليشيات داخل البيوت وداخل أماكن والقرى. طبعا المقاومة تراعي الساكنين وتراعي أبناء المناطق، ومع معرفتها أن هناك ميليشيات داخل سواء البيوت أو بعض المرتفعات والمناطق. طبعا كان هنالك يعني طلب من قبل قيادة الجيش الوطني وأيضا المقاومة لأبناء هذه القبائل أن يكون لهم موقف ويكون على إثر إخراج هذه الميليشيات من داخل أقلية البيوت. نعم. ويعني تحاشت المقاومة في منطقة ملح وفي بعض المناطق أن تقصف بعض الأماكن التي هي يعني أيضا بيوت كون المراعاة للساكنين ولأهل هذه المناطق، لكن بعد هذا التحذير ربما سيكون للجيش والمقاومة موقف آخر من الذين لا يزالون يصرون على إيواء الميليشيات داخل يعني بيوتهم وأماكنهم. هذا هو أيضا معيق في تقدم المقاومة، وتدرس المقاومة هذا المعيق وربما سيكون لها موقف يعني خلال هذه نعم اتضحت الصورة. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله الشندقي الناطق الرسمي لمقاومة محافظة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ زيد. أستاذ زيد، يعني لو تحدثنا عن التوثيقات بالصوت والصورة التي أثبتت تورط عناصر من حزب الله في مع الميليشيا، برأيك هل نحن أمام مواجهة مصيرية فعلية أمام أذرع إيران الممتدة في المنطقة؟ منذ البداية، منذ حروب صعدة عندما حارب علي عبد الله صالح الست الحروب وهو لم يكن صادق في حربه، إلا أننا كنا في ذلك الحين نحتاج إلى حرب صادقة لكي تجتث الورم قبل أن ينتشر. فحزب الله وإيران ليسوا بجديد على المشهد اليمني، هم أصلا هم من ربى هذه الجماعة وهم من غذاها وهم من دعمها بالمال والفكر، الفكر أهم من المال، هم دعموها بالمال والفكر ودعموها بالسلاح ودعموها بكل شيء بتسهيل من علي عبد الله صالح. وكان في حروب صعدة أعرف ضباط كثير، أنا كنت في 2009 في الملاحظ في منطقة صعدة، كانت تصل الذخيرة بالتناصف نصف للجيش اليمني ونصف للحوثيين من علي عبد الله صالح، وكان يوقف الحرب اتصال ويشعل الحرب اتصال، فكانت لم تكن منه حرب صادقة. وكان يعلم جيدا ان ايران وان حزب الله هم من يقفون وراء الحوثيون، لكنه بحروبه هو من دعمهم وغذاهم وجعلهم ينتشرون في كل اليمن، واخيرا هو ودولته العميقه من سلم لهم الدوله اليمنية لايديهم. الحوثيون لا يمشون الا على خطى الخميني وحزب الله ونصر الله، لا ليسوا مستقلين ابدا، وليسوا هم صح يمنيين الجنسيه لكنهم افكارهم واهواؤهم ليست يمنيه، بل ايرانيون يتبعون حسن نصر الله وحزب الله اكثر من عبد الملك الحوثي. نعم. ويقدسون الخميني اكثر من عبد الملك الحوثي، فحزب الله داخل في الموضوع من زمان، وهو من غذى وهو من دعم وهو من سلح وهو من اشار، بل وهم من يقودون الكثير من المعارك ضباط من حزب الله، وهناك كذلك ضباط حوثيون ويتدربون في لبنان وفي إيران.
نعم. طيب يعني بهذه الصورة أستاذ زيد، ما مدى أهمية التسريع من استكمال عملية تحرير المدن اليمنية كافة، ليس فقط في صنعاء وإنما أيضا في تعز وفي بعض المناطق التي ما زالت محتدمة، بالنسبة لليمنيين وأيضا للمنطقة العربية؟ لا، سرعات الحسم هي واجبة قبل أن ينتشر هذا الفكر، ثم ستكون الكلفة كبيرة. كلما تعجل الحسم كلما قلت الكلفة، وإن كنا نراها الآن كلفة كبيرة، إلا أن هذا الفكر كلما انتشر في بلد واستشرى أصبح البلد هذا مرتع للفساد، مرتع للقتل والقتال، مرتع للطائفية، للتناحر. وهناك بلدان تشهد على ذلك، أينما انتشر فكرهم وأينما انتشر هذا النوع من الفكر انتشرت الفتنة وانتشر القتل والقتال في كل المناطق. فمثلا عندنا العراق لم تستقر ولا أظنها ستستقر طالما وجد هؤلاء الطائفيون عليها. عندنا الآن سوريا، استمرت الحرب إلى اليوم 5 سنوات، راح ضحيتها مئات الآلاف لأنها جماعات تقاتل من أجل طائفة ومن أجل أفكار خبيثة لا يمكن بعدها أن تستأصلهم بسهولة. لهذا الحسم السريع هو مطلب قبل أن تستشري هذه العصابة وقبل أن ينتشر فكرهم. فاليوم يشترون المقاتلون بالأموال وبعضهم بالفكر، لكن غدا إذا تساهلت الحكومة أو إذا تأخر الحسم سينتشر هذا الفكر وسيكون استئصالهم صعب، وسيكون ليس صعب فقط بل سيكون مستحيل. نعم. نحن لا نريد أن نستأصلهم من اليمن يعني... فهم يمنيون. نعم. لكننا نريد أن يكونون يمنيون لا يفرضون علينا آراءهم بسلاحهم، ولا يفرضون علينا معتقداتهم بسلاحهم، ولا يسيطرون على الدولة بسلاحهم، ولا يهينون كرامة اليمنيين، ولا يسجنون ولا يقتلون. هم يمنيون يلتزمون بيوتهم ويتبعون الدولة اليمنية، لا يأتوننا بنظم وأفكار نعم. غريبة على اليمن واليمنيين. نعم، يعني وأنت تتطرق للحديث عن ليس فقط اليمن وإنما العراق وسوريا، لو تحدثنا أيضا عن التحالف العربي، ما مدى أهمية وجود مثل هذا المشروع الذي يحافظ على الأمن العربي برمته؟ هو من الأهمية بمكان، لكن الوضع حاليا صعب جدا. وأعتقد إذا حققت قوات التحالف الهدف في اليمن فإنها قادرة على أن تحقق ذلك في أماكن أخرى. ونجاح قوات التحالف الآن في اليمن هو مهم بالنسبة لليمنيين وبالنسبة لقوات التحالف، إذا أرادت أن تأمن وأن تأمن حدودها، وإذا أرادت كذلك أن يكون لها كلمة بين الدول، لأنه إذا عجزوا في اليمن فسيكون موقفهم ضعيف أمام الدول الأخرى لأنهم لم يستطيعون أن ينتصروا على جماعة مسلحة. لكني لا أظن أن هذا سيكون، إن شاء الله النصر قريب وسيولوا الأدبار الحوثيون وعفاش ومن معهم ومن عاونهم وحزب الله وإيران وكل من أراد الشر لليمن واليمنيين، فالشر لا قبول له في اليمن إن شاء الله. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ زيد الشليف الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من برلين. والشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.